السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى إخواني أخواتي أبنائي بناتي تلاميذ وتلميذات في هذا الجزء الثالث من سلسلة اللي كنديروها حول طريقة تذكر علاقات رياضيات، وكذلك ممكن نطبقوها في دروس أخرى كما قلت لكم. في التقنية الثالثة غادي نشوفوا واحد التقنية اللي كتسمى الكتابة والتكرار. الكتابة والتكرار كيفاش ندير هذه التقنية؟ تقنية بسيطة جدا، وأي واحد ما قدرش يقلب على شكل هندسي باش يربط بها العلاقات، ما قدرش يلقى علاقه بين درس وقاعده ديال درس اخر، يلتجئ لهذه التقنيه. راه ساهله وفي متناول الجميع. وشكون هو التلميذ الاذكى؟ هو اللي غادي يقدر يستخرج العلاقات بهذه الثلاثه التقنيات. كيقدر يجبدها من الشكل، كيقدر يجبدها من علاقه اخرى، وكيقدر يستعمل هذه التقنيه هذه. شوف معايا مزيان هذه التقنيه كيفاش كتدير. تقنيه بسيطه ورائعه. كيفاش ندير؟ كنكتب العلاقات في واحد الورقة بيضاء بحال هكا، ورقة بيضاء كنكتب العلاقات، صافي. مثلا نعطيكم مثال بسيط، نشوفو الحوايج اللي باينين. مثلا العلاقة تاع هادي كوسينيس أو سيتنان ألفا زائد سينيس أو سيتنان ألفا تساوي واحد، ثم طونجونت ألفا تساوي سينيس ألفا على كوس ألفا. مثلا التالتة على هادي، مثلا مثلث قائم الزاوية مثلا إذا كانت أنا ألفا، أنا مثلا أ ب سي، نديرهم بالألوان إلى غيرها. دونك سينيس مثلا نديرها بلون مختلف، سينيس تكون لونها الدلع، يعني سينيس كندير المقابل على الوتر، يعني كيساوي بي سي على أ. وبالنسبة للكوسينيس، كوسينيس ألفا واش كيساوي؟ كندير المحادي واللون هذا بلون أخضر كيساوي كو كيساوي أ سي على أ بي، صافي. و إلا بغيت كاع نتقنها مزيان هاد أ بي مادام اللون بالكحل كتبغي حتى بالكحل، صافي. ها راني نخلص الدرس ديال الحساب المثلث تاع تالت إعداد، وتقدر تطبقها نتا حتى في الثانية بكالوريا في أي درس بغيت، أي درس تلخص داك الشيء وتركلو مزيان وتزوقو وتعطيه الديكور في ديك الورقة، ديكوريه مزيان وتنظمو ودير واحد لا ستركتور. إلا ممكن دير خطاطة فيها الفروع، مثلا في الثانيه بكالوريا مثلا ديال الداله الاسيه، مثلا غدير مثلا هنايا التعريف والنهايات، هنا مثلا الاشتقاق، الفرع الثالث مثلا التاويلات الهندسيه الى اخره. اذا دير واحد خطاط فيها فروع مزيان. كي كندير هذه القاعده في ديك الورقه البيضاء، هذيك الورقه دائما تبقى معايا، ندير واحد لونفلوب تاع بلاستيك وتبقى دائما معايا. كل ملي بغي نخدم شي تمرين كيتعلق بالدرس كنجبدها، كنمشي عند الكتاب ديالكم. نتوما الكتاب ما كتخدموش به بزاف، ولكن راه مهم جدا الكتاب المدرسة، مهم جدا. كنمشي عند الكتاب كنبدا بدوك التمارين الساهلين، دوك الوالا تمارين الباقي. اسمع مزيان، هذه تقنية باش تعقل على هادشي كلش. أول حاجة ديرها، أول خطوة، تبدا بدوك التمارين الساهلين بزاف. كتشوف ديك الورقة حداك وتخدم. مثلا يقول لك مثلا احسب سينيس ألفا و طونجونت ألفا، علم أن كوس ألفا يساوي واحد على جوج، و ألفا محصورة بين صفر و ربيع على 90 درجة. مثلا نمشيو نخدمو مع صاحب التسعة، لأن مكيقراش بيهم التسعة. ألوغ شنو غندير أنا؟ أحسب سينيس و طونجونت يعمل عندنا. غادي نشوف، بغيت نحسب سينيس، إذا غنشوف شي علاقة اللي كتربط ليا هادشي اللي باغيه بالمعطيات. شنو هما المعطيات؟ كوسينيس. دونك نشوف شي علاقة اللي كتربط سينيس بالكوسينيس، ها هي. دونك شنو جبنا هاد العلاقة؟ سينيس هي واحد ناقص كوسينيس، غنديرو سينيس. شوف كنشوف هاد العلاقة وكنعاود نكتبها، سينيس و سينا ألفا زائد كوس سينا ألفا تساوي واحد، هي لدينا كتابة والتكرار اللي كتبتها. يعني سينيس سينا ألفا تساوي واحد ناقص كوس سينا ألفا، ونعوض تساوي واحد ناقص كوس و سينا هي واحد على جوج تولي واحد على أربعة، لأن ندير على سينا ياك، واحد ناقص واحد على أربعة هي ثلاثة على أربعة. بكل بساطة يعني سينيس ألفا يساوي جدر 3 على 4، يعني جدر 3 على جدر 4 اللي هي زوج. أيا كندير نلقى طونجونت، هي طونجونت غادي نشوف شي علاقة كتربط ليا طونجونت بالكوسينيس. ما كايناش، كاينة طونجونت سينيس كوسينيس. شنو كندير؟ طونجونت سينيس وكوسينيس، ها سينيس ها كوسينيس، جوج عندي. إذا نستعمل هذه سينيس ألفا على كوس تساوي سينيس ألفا هي جدر 3 كوس ألفا هي واحد على جوج، ونستعمل القواعد جدر 3 على جوج جوج على
تمشي جوج مع جوج تبقى جدا ثلاثه ونبقى خدام صافي الى عطوني الشكل كنخدم الشكل الى عطوا اذا كنبقى خدام بهذه العلاقه نبقى خدام 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 حتى كيترسخ في الدين ديالي في واحد اللحظه ملي كنخدم بهم واحد 10 ولا 15 تمرين كنولي بلا ما نشوف ديك الورقه كنعرف العلاقه الانسان بلا ما نشوف الورقه كنعرف العلاقه الانسان في ديك اللحظه هاد الورقه تساف واحد لونفلوب تساف خلي حتى يقرب الفرض ولا يقرب الامتحان وجبد عاود شوف فيها صافي هادشي اللي كدير الى هنا بهاد التقنيه هادي كضرب جوج عصافير بحجره واحده العصفور الاول هو انك كتعقل على هاد العلاقات باش تخدم بهم تمام العصفور الثاني هو انك كتوجد الملخص باش ملي يجي الامتحان ولا ملي يجي الفرض ما تبقاش تمشي عند الكتاب وتصدع راسك ولا الدفتر وكامل بجو التمارين بزاف مخلط داكشي الكتبه ديالك ما واضحاش ربما ما نقلش شي فكره مزيان في القسم الى غير ذلك اذا كتضرب جوج العصافير بحجره واحده الضربه الاولى كتصفي معاها اولا كتخدم ديك التقنيه وكتسخ الدين ديال ثانيا كتوجد داكشي اللي غتراجع فيه من يقرب الامتحان ولا من يقرب الفرض اذا نتمنى تكونوا فاتكم هذه الثلاث تقنيات ونتلاقاو في فيديوهات اخرى اللي فيها تقنيات اخرى وتهلاو في راسكم وما تنساوش الله يرضي عليكم دعمونا ضغطوا على زر الاعجاب وتسجيل في القناه لاننا غادي نديروا حوايج يفيدوكم يفيدوكم ولو ما فادوكمش في الدراسه راه يفيدوكم في حياتكم غنبقاو نديروا فيديوهات تحفيزيه فيديوهات تنظم الوقت فيديوهات تسير الامور الشخصيه ديالك الى غير ذلك اذا نحن غنبقاو نخدموا معكم ان شاء الله كاسس اللي غتبنى عليهم الامه ديالنا ان شاء الله اذا تحياتي والله يعاونكم.